نشرة مفصلة من تلفزيون لبنان، مساء الخير. سعر صرف الدولار الأمريكي يعادل ثلثين زائدا واحدا من 100,000 ليرة لبنانية، فيما لم يؤمن حتى الآن الثلثان من البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، والأوضاع نحو مزيد من التدهور. والأسبوع المقبل يتوقع أن تتعزز العناصر السلبية النقدية المعيشية التي تقض مضاجع ثلاثة أرباع اللبنانيين المقيمين، في وقت يكون مر 99 يوما ولبنان من دون رئيس للجمهورية، مع يقين واعتراف جميع الأفرقاء في الداخل ومعظم الخارج بأن انتخاب الرئيس هو المفتاح الرئيسي لمسارات المعالجات للأزمة ولتعزيز الاستقرار على كل المستويات لا سيما الأمنية منها. وإذا كان تماسك الوضع الأمني هو الوحيد الأكيد حتى الآن، إلا أن هواجس الانهيارات المعيشية الاقتصادية يتعاظم في ظل عدم انتظام المؤسسات بفعل عدم انتخاب رئيس. ومع هذه الهواجس تتعاظم احتمالات أن تميد الأرض وتهتز بالأوضاع السياسية والأمنية، واستطرادا من تحت القوى السياسية وتركيبة النظام، إلا في حال وحيدة وهي الإسراء إذن بانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية الربيع بحسب أوساط سياسية واسعة الخبرة، وهو ما سيشدد عليه أيضا يوم الاثنين اجتماع باريس الفرنسي الأمريكي السعودي القطري المصري في شأن لبنان وفي شأن مساعدته اقتصاديا، مع توقع صدور بيان عن اللقاء يكتفي بالشكل بدعوة الأفرقاء اللبنانيين بإلحاح إلى انتخاب رئيس جمهورية بمواصفات إنقاذية، وإنما من دون تسميات ولكن مع متابعة المجتمعين ضمنيا للموضوع، خصوصا قطر، باتصالات إقليمية لاحقة. في أي حال، في الأسبوع المقبل سيحصل اختبار نقدي مالي لخطوة دولارة السلع على المستوى المعيشي المر. وزير الاقتصاد سيجتمع مع أصحاب السوبر ماركت لوضع آلية وللحقول دون تفلت الأسعار. كذلك في الأيام المقبلة ستكون لبكركي اتصالات ولقاءات ترجمة لتوصيات القمة الروحية بما يخص الاستحقاق الرئاسي. في الغضون سيستمر الرئيس الاشتراكي وليد جنبلاط في مشاورات تتعلق بالانتخاب الرئاسي، وكذلك الرئيس نبيه بري سيواصل استطلاعاته واتصالاته في شأن ما يمكن أن يتبلور من أرضية لتفاهم يسهل انتخاب الرئيس، وهو ما لم يظهر حتى الآن. وبالتالي بحسب أوساط عين التيني فإنه أو أوساط قريبة من عين التيني فإنه من المستبعد أن يحدد الرئيس بري جلسة انتخابية الأسبوع المقبل، خصوصا أن أي كتلة برلمانية لا تستطيع لوحدها مع كتلة واحدة أخرى تأمين نصاب الثلثين، أي 65 صوتا لمرشح رئاسي. حكوميا الرئيس ميقاتي دعا إلى عقد جلسة حكومية الاثنين 9:30 صباحا في السراي الحكومي وعلى جدول أعمال 27 بندا. من دون رحمة، هل تنسحب إذن سياسة رفع الدعم على أدوية السرطان؟ سنكون مع هذا التقرير في سياق النشر. أما تفاصيل النشر فنبدأها الآن من تجدد الفرح. لا تجزع من عبارة فرح في لبنان، إنها اسم العاصفة الشتوية الثلجية فرح. فرح البيضاء عاودت اندفاعتها العاصفة من علو 1000 متر وما فوق، ومرجح لها أن تشتد مطلع الأسبوع وما بعد. من صباح السبت واستمرارا الأحد فالاثنين والثلاثاء يتزخم المطر على الساحل وموجات برد في المناطق المتوسطة، والثلوج من القمم المتوسطة إلى الأعالي في كل المناطق اللبنانية جبلا شمالا جنوبا وبقاعا. لا
لقد تساقطت الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، وبقيت معظم الطرق الرئيسية نحو البقاع على سبيل المثال سالكة باستثناء الطرق الجبلية وما فوق 1500 متر على السلسلتين الشرقية والغربية، حيث بقيت سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي والسيارات والآليات المجهزة بسلاسل معدنية في بعلبك الهرمل. وزير الأشغال والنقل علي حمي أعلن السبت أن 3 آليات على الأقل في عمل مستمر وبخط متوازن في إطار فتح طريق كفر دبيان في اليوم الأول لانطلاق موسم التذلج. الثلج عاد إلى كل المرتفعات في المناطق. إذن المرضى يصرخون، فهل تنسحب سياسة رفع الدعم على أدوية السرطان؟ وزير الصحة في الرأس الأبيض ينفي ويعلن لا رفع للدعم عن أدوية الأمراض السرطانية، والأسعار تبقى على دولار 1500 ليرة. دواء مرضى السرطان في لبنان صار حكرا على الميسورين بعد رفع الدعم عنه، أما وإن وجد فهو يخضع للزبائنية والمحسوبيات. نحن ما بكفي انه هيدا الدولة صار لها اكثر من 10 سنين مقصرة بحق مرضى السرطان بطريقة خيالية. نحن عنا اعداد كتير كبيرة بالنسبة لبلد صغير بمساحتنا وبعدد سكاننا. اللي نحن بنعرف فيهم فوق ال 12,000 حالة بلبنان، ما عم بيوصلهم الدواء المفروض، وإذا وصل عم بيجي مقطش وبعيد عن بعضه بالفترات الزمنية. الناس اللي كان عندهم فرصة انهم يحاربوا للأسف ما نعطوا هيدي الفرصة، لأنه صار هلأ مرض السرطان لازم ينقي مين معه مصاري مين ما معه مصاري قبل ما يدق بابه. أنا شخصيا ما بعرف ولا عائلة ما فيها مريض السرطان. المشكلة أنه يرفعوا الدعم بكف، ما برجع بلكم ما عم بيجيبوا دواء. وقفة احتجاجية نفذها مرضى السرطان في رياض الصلح، وجه خلالها نقيب الصيادلة جوسلومة دعوة للنزول إلى كل الساحات باسم الوجع الذي يضرب مرضى السرطان مرتين، مرة لدى المعاناة وأخرى لدى رفع الدعم. بعتبر أنه اللي عم بيصير بحق مرضى السرطان هو إجرام. اليوم حجب الدواء عن مريض السرطان هو بمثابة الإجرام، هو بمثابة القتل المتعمد. على الدولة أنه تتعاطى بإخلاق مع مواطنية، وكل لبناني اليوم من واجباته الإنسانية أنه يكون عهونة على الأرض مع المرضى مع الموجوعين، وهيدي هي الشرارة لانطلاقة انتفاضة الحرية والكرامة لكل إنسان لبناني. في المقابل نفى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في رأس الأبيض رفع الدعم عن أدوية السرطان، مؤكدا ألا زيادة بالأسعار لأن الدعم سيبقى على 1500 ليرة لبنانية. مزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عرض التطورات مع السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بوشيا. جعجع أكد خلال اللقاء وجوب التزام الجميع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بدل تعطيله بهدف فرض مرشح يريده الفريق المعطل، وشدد على أن القوات تملك أكبر كتلة نيابية على الصعيدين المسيحي والوطني، ومع ذلك لم يترشح رئيس الحزب، وذلك بهدف التسهيل، فدعم المرشح ميشيل معوض الذي حصل على أكبر عدد من أصوات المعارضة، وأكد إذا كان هناك من مرشح آخر يتمتع بمواصفات معوض ويمكنه الحصول على أصوات أكثر منه فلا مشكلة لدى القوات ولدى معوض بنفسه. وأوضح أن ما يهم القوات هو مرشح يتمتع بالحد الأدنى من الحضور والهيبة والحس السيادي والإصلاحي. من جهة ثانية، في الذكرى الثانية للقمان سليم غرد بالآتي: كانت لديه الحجة فكانت حجته كافية لاغتياله. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن أعداءنا يحاولون تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى منصة للإمساك برئيس الجمهورية أو برئيس للجمهورية ينفذ سياساتهم ويستكمل مشروعهم لتضييق الخناق على المقاومة، مشددا على أننا لسنا نحن من يعطل البلد، وإنما الذي يعطله هو من يضع يده عليه. وفي ندوة ببلدة العباسية توجه رعد إلى البعض في لبنان بالقول: من يريد أن يصرخ فليصرخ حتى يشبع، فنحن مطمئنون بأن شعبنا لا يصرخ لأنه شريك معنا في المعركة، ومن يقول إن المقاومة ترهن طائفة وتأخذ البلد إلى المكان الذي تريد فإننا نقول له بأننا في المقاومة رهائن تطلعات الناس وخياراتهم، والمقاومة جاهزة لما تحتاجه هذه التطلعات
من تضحيات. رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن رأى أن لبنان مستهدف بحصار أمريكي، فيما الفريق الآخر ينفي وجود هذا الحصار، مؤكدا أن مفتاح الحلول في البلد هو بانتخاب رئيس للجمهورية وأن الانتخاب يؤدي لتخفيف التوتر السياسي. كلام الحاج حسن جاء خلال لقاء سياسي حواري مع فعاليات بلدة تمنين الفوقة في بعلبك. الأساسي بالبلد اللي الناس نطرته هو بشكل مفتاح لبداية الحلول اللي هو انتخابات رئاسة الجمهورية. لبنان أكيد كلنا بنعرف يعاني من مشكلات متراكمة متفاقمة بالموضوع السياسي، الموضوع الأمني، الموضوع الاقتصادي والمعيشة، الموضوع المالي والنقدة، الموضوع التربوي والصحة. يعني ما في ولا جانب من الجوانب إلا في مشاكل. يعني لا حاجة لتعداد النقاط الإيجابية، لأنه تكاد تكون نادرة. الإيجابيات الموجودة اليوم. معاناة اللبنانيين تمتد من أدوية السرطان اللي هلأ في اعتصام عشانه، لا مشاكل المستشفيات والأدوية عموما، ومرورا بالمدارس والجامعة اللبنانية والعام الدراسي المهدد، مرورا بسعر الصرف المتأرجح اللي عم بيؤدي لخسائر فادحة لدى المواطنين، مرورا بانهيار سعر العملة اللبنانية، الليرة اللبنانية أمام العملة الأجنبية تحديدا الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى مزيد من الفقر ومزيد من خسارة القيمة الشرائية للرواتب، إلى مشاكل الكهرباء اللي ما منقول انحلت إلا بتطلع مش ما انحلت طبعا، إلى مشاكل البيئة كلها مشاكل. طبعا فضلا عن المشاكل السياسية والانقسام السياسي الكبير في البلد، انتخابات الرئاسة حتى الآن لم تتم، مع العلم أن هي مفتاح الدخول إلى الحلول. أهالي ضحايا انفجار المرفأ اعتبروا أن الحقيقة ضائعة بين أربقة القضاء. الأهالي وخلال تنفيذ الوقفة الشهرية أمام تمثال المغترب طلبوا كل من ارتضى أن لا يتصرف كقاد ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية أن يبادر إلى الاستقالة تمهيدا للمساءلة والمحاسبة. وجدد الأهالي تمسكهم باستقلالية القضاء وكف يد السياسيين عنه، وصرحوا: أصبحنا اليوم نطالب الدولة بإعادة الموقوفين وبتنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة وأي تبليغات أو مذكرات حالية وفورا، كما نطالب أن يسري القانون على جميع المطلوبين مثل ما شمل أهالي ضحايا المرفأ. الثلاثة أنت من بعد قراراتك اللي أخذتهم أطلقت سراح الموقوفين من دون ما تطلع على سير التحقيقات، وسمحت للموقوف محمد زياد العوف يهرب من العدالة على أمريكا، وهيدا دليل على قرارك الخارجي. وقررت تحيل القاضي بيطار للتفتيش القضائي مع انه هو سيد ملفه، فهيدا كمان قرار كيدي. نحن اهالي ضحايا تفجير مرفق بيروت ايد بايد مع نادي القضاة ندعي اللي ما بده يتصرف كقاضي ويلي بده يخدم السلطة السياسية واللا عدالة انه يستقيل، لان ما عاد يشبه القضاة، لان هو ساهم بضرب هيبة القضاة. نرجع لكلامك يا قاضي غسان عويدات، صرحت ب 30 آب 2021 القاضي التحقيق العدلي عنده كل الصلاحيات، حتى النيابة العامة ما لها وجود قدامه. رجع لضميرك
ولقسمك. فأنت اللي قلت أنه قرار القاضي التحقيق لا يقبل أي شكل من أشكال الطعن. ومن جهة تانية منحب نذكر وزير العدل عوري خوري بمحاولته لطمس التحقيقات وخلق قاضي رديف من مال وقاضي منتدب من مال تاني وأبدع بالتسميات. فألعابك صارت مفضوحة وخاصة بتصرفاتك الميليشياوية مع نواب الشعب بمكتبك. فنحن بالمرصاد. رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط رأى أن الظروف السياسية القائمة هي الأكثر خطورة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وربما الأمنية، ولذلك من غير المقبول إطلاقا الركون إلى تمديد الوقت الضائع بمزيد من تداعيات الفراغ، مؤكدا أن مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي هي لإنهاء تلك المرحلة ولفتح آفاق جديدة تكرس الوصول إلى شخصية لا تعوق إنجاز الاستحقاق الرئاسي ولا تكون تحديا للآخر ومقبولة عربيا ودوليا. وعلى هامش استقبالات السبت في قصر المختارة لفت النائب جنبلاط إلى أن الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان يبدأ باستحقاق رئاسة الجمهورية. وكانت معلومات صحفية قد نقلت أن رئيس الحزب ولي جنبلاط قال للرئيس بري إنه لا يريد الدخول بصدام مع حزب الله في موضوع الرئاسة. في المدرسة التكميلية في فنيدق أي عكار بدعوة من الجمعية الخيرية للتنمية فنيدق وبالتعاون مع جمعيات جرد القيطع أقيم لقاء حواري مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والنائب وليد البعريني. اللقاء تناول عناوين عدة: مطالب الجمعيات من أجل ديمومة عملها في المجتمع، تقديم المساعدات ضمن إطار عملها إلى جانب آليات التشبيك والتعاون مع الوزارة ضمن منطقة جرد القيطع. زيارتنا بهالفترة بالذات لها دلالة. دلالتها أنه جايين نسمع أوجاع الناس أولا، مانا جايين بالسياسة، مانا جايين نعمل أعمال شعبوية ولا حزبية، جايين نسمع أوجاع الناس بأول مرحلة، وهذا اللي عملناه بكل مراكز الخدمات واللي عملناه بلقائنا مع الجمعيات وتجمع الجمعيات. تاني نقطة، جينا عند فريق عملنا اللي بلش فعلا يشعر بالألم الكبير وعلى مراكزنا اللي بلشت تفقد قدراتها وطاقاتها بسبب هذا الانهيار الكبير. ونحن ما طلبنا المستحيل، ولكن من الموجود بدنا حصر به للمنطقة عوضها السنين اللي فاتت، لأنه دائما نحن كان حقنا مهدور وكنا نطالب ونحكي وسبنضل نطالب ونحكي وما حنقصر ولا حنقولوا نموت لنا نحن طيبين. نحن بدنا نطالب بحقوقنا، هذا كل هدفنا بكل شغلة نحن قاعدين مشانها. فنتمنى عليكم وعليكم المعالي تعملنا حصة وزنة من ضمن الحصة اللي موجودة بنيدان. بعد زيارة الوفد البرلماني اللبناني لواشنطن، هل تعزز دور البرلمان لجهات المعالجة الواقعية لقضية الودائع ولتعديل خطة التعافي؟ يمكن القول إن الأجواء في المجلس النيابي في شكل عام تغيرت وبدأت تميل نحو اعتماد منطق واقعي يمكن أن يؤدي إلى معالجة الأزمة المالية القائمة وضمان حقوق المودعين. وبعدما كان الكلام في البرلمان عن قدسية الودائع مجرد شعارات تحتاج إلى ترجمة عملية، أصبح النواب اليوم في مواجهة الحقيقة، بحيث أن قانون إعادة التوازن إلى الانتظام المالي سيحدد إذا ما كان النواب يتجهون بقوة نحو ضمان حقوق المودعين. وفي هذا السياق يلاحظ المراقبون أن النواب انتقلوا من الكلام إلى العمل، وهذا الانتقال تجلى بالزيارة التي قام بها نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب والنواب نعمة فرام، مارك دو وياسين ياسين إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في محاولة للتفاهم على خطة إنقاذ تأخذ في الاعتبار وجوب مشاركة الدولة في تعويض الخسائر لضمان عودة حقوق المودعين. ومن خلال ما أدلى به بوصعب في تصريح إعلامي كان واضحا أن الوفد يتمسك بتراتبية توزيع المسؤوليات كالآتي:
الدولة، مصرف لبنان والمصارف. وبغض النظر عن التقدم الذي يمكن أن يكون الوفد النيابي حققه لجهة إقناع مسؤولي صندوق النقد بوجوب تعديل الخطة القائمة والتي تتبناها الحكومة، فمن المؤكد أن الموقف النيابي حيال الحفاظ على حقوق المودعين أصبح ثابتاً، وباتت هناك قناعة نيابية وشعبية بأن لا إمكانية لعودة الودائع والخروج من المأزق سوى من خلال مشاركة الدولة أيضا في الحل، قياسا بحجم مسؤوليتها الكبيرة في التسبب بالأزمة، على اعتبار أنها في شكل أو بآخر هي الجهة التي أنفقت الأموال. هذا المناخ يسمح بالتفاؤل في إمكان إنقاذ أموال المودعين وتصحيح الخلل الوارد في خطة التعافي التي تقضي بشطب الودائع. وقد أبلغ الوفد النيابي الرباعي المسؤولين في صندوق النقد أن النواب يرفضون شطب الودائع بصرف النظر عن التبريرات التي يجري تقديمها في هذا الإطار. هذا الرفض يعني عمليا أن ثبات النواب على موقفهم هذا سيعيد الحقوق إلى أصحابها من دون أدنى شك. الاتحاد العمالي العام في لبنان أصدر بيانا وصف فيه التدابير الأخيرة المتعلقة بأسعار الدولار جمركيا ومخص الرواتب على غير الصيرفة وفي القروض والسلع وسوى ذلك، وفي ظل مصادرة أموال المودعين والسطو عليها وتهريب الأموال إلى الخارج بمجزرة إضافية ومكيدة قاتلة أوقعت فيها المصارف والسلطات المالية هذه الفئات الواسعة من الناس ومن ذوي الدخل المحدود، وحرمتهم حتى من رواتبهم الضئيلة التي لا تكفي في أحسن الأحوال لسد رمق العيش. وإذ يطالب الاتحاد العمالي العام بوقف العمل بهذا التدبير المشحف فورا وبإعادة النظر الجذرية بهذه السياسات العدائية للمجتمع اللبناني، فإنه يدعو كل القيادات المعنية من مدنية وعسكرية وأمنية ونقابية للوقوف معا من أجل إسقاط مثل هذه التدابير المجرمة. المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أوضح أن التسعير بالدولار انطلق ببعض النقاشات في لجنة الاقتصاد النيابية، وصرح: كان لدي عدد من الملاحظات وأقول إنه بالتأكيد لها الكثير من الإيجابية، معلنا أن وزير الاقتصاد سيعقد اجتماعات الاثنين مع نقابة أصحاب السوبر ماركت ومع الاتحاد العمالي العام لوضع الآلية النهائية حول موضوع التسعير بالدولار. الدكتورة عدلة سبلين زين رئيسة المجلس اللبناني النسائي في وداع المناضلة الكبيرة ليندا مطر تحدثت عن كفاح الراحلة من أجل حقوق المرأة وقضايا الإنسان والوطن، ووصفتها بالبيروتية الرائدة واللبنانية المؤمنة بدور لبنان الرسالة والعربية المحاربة لكل أشكال التمييز ضد المرأة، وتابعت: غادرتنا الرئيسة والقائدة الفذة من دار الفناء إلى دار البقاء بعد نضال طويل ضد الطائفية والمذهبية، وناضلت في كل المجالس والمؤتمرات المحلية والعالمية لا سيما النسائية منها للعمل من أجل حقوق المرأة ولصيانة سيادة لبنان واستقلاله وازدهاره. من رشايا دعوات لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. دعا مفتي رشايا الشيخ وفيق حجازي إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن لينتظم عمل المؤسسات، مشيرا إلى أن الأزمة لن تطول وعلينا أن نتفائل ونتعاون لمواجهة التحديات. كلام المفتي حجازي ورد خلال زيارته مقر اتحاد بلديات جبل الشيخ وبلدية رشايا لشكر رئيس الاتحاد جرس الحداد ورؤساء البلديات وممثلي الاتحادات على تهنئتهم لسماحته بمناسبة انتخابه مفتيا لرشايا. كلما اشتدت الأزمات كلما جاء الفرج، عل وعسى أن يكون إن شاء الله تعالى قريبا الفرج متحققا بانتخاب رئيس للجمهورية، يكون رئيسا لكل اللبنانيين وخادما لكل اللبنانيين ومنقذا لهذا الوطن الذي لا يستأهل ما يعيشه الآن، والذي يستوجب أن يكون من يتحمل مسؤوليته على قدر مسؤوليتي. رئيس الاتحاد جرس الحداد شدد على أهمية اللقاء الدائم للتشاور.
ما سمحنا في الماضي لهذه الايادي ان تدخل الى منطقتنا ولن نسمح لها في المستقبل، وهذا بفضل الحكمة والتعقل والتبصر من هذه العمامات السود والبيض التي تعمل دائما على إرساء المحبة والسلام. وكان تأكيدا على ما يتميز به وادي التيم من قيم التآخي والعيش المقدس، والذي سيبقى مثالا يحتذى على صعيد الوطن. أعلنت إدارة مرفق جعيتة أن المغارة تقفل أبوابها من الاثنين المقبل إلى 22 من هذا الشهر بسبب العطلة السنوية، وللقيام بالصيانة الدورية على أن تعاود استقبال زوارها بدءا من 23 من هذا الشهر. جرح 4 فلسطينيين على الأقل في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخير مخيم عقبة في أريحة شرق الضفة الغربية، وبعد قصف صاروخي بدأت جرافات تابعة لجيش العدو في أعمال تجريف بمحيط المنزل المستهدف يعتقد أنه يعود للفدائي منفذ هجوم أول الأسبوع في محيط أريحة. الخيار النووي على مسرح المعارك الروسية الأوكرانية وصفقة لتبادل الأسرى بين كييف وموسكو. توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف بأن الرد الروسي سيكون سريعا وقاسيا إذا تعرضت شبه جزيرة القرم وعمق الأراضي الروسية للقصف، في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني التأهب الجوي العام تحسبا لهجمات جوية جديدة تتعرض لها البلاد. في سياق متصل أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس وروما ستقدمان نظاما متطورا للدفاع الجوي لحليفتهما كييف من نوع مامبا لمساعدة أوكرانيا في حماية نفسها من الهجمات الروسية التي تستهدفها بطائرات مسيرة وصواريخ. وبينما تتواصل المعارك في الجبهة الشرقية لا سيما في بخموت، تأكدت هيئة الأركان الأوكرانية السبت أن مناطق عديدة في خيرسون وزاباروجيا تعرضت لقصف مكثف. على صعيد آخر أعلنت كييف وموسكو عن عملية تبادل جديدة للأسرى هي الثانية خلال العام الجاري، ولفت الجيش الأوكراني إلى أنه تم إنجاز صفقة تبادل كبيرة أفرجت روسيا بموجبها عن 116 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى جثث قتلى. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 63 من جنودها الأسرى، وقالت إن هؤلاء موجودون حاليا على الأراضي الروسية. وأضافت الوزارة أن بعض العسكريين الروس المفرج عنهم من الفئة الحساسة بحسب وصفها. تنديد من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك بردود إيران غير الملائمة بعد أن كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نبهت إلى أنه تعديل تقني غير معلن في البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن تصريحات إيران التي مفادها أن هذه الأعمال كانت نتيجة خطأ غير كافية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.